مع كروشيه ان كرافت ويز لاف هنعمل بلوفر الواسع بيتقال عليه كمان جامبر. تابعيني على فيسبوك ويوتيوب معاكي الاء العشماوي. عشان اعمل بلوفر ده هحتاج لمقاسين فقط، مقاس محيط الارداف والطول اللي انا عايزاه للبلوفر. بعد ما باخد مقاس محيط الارداف بزود عليه من 10 ل 20 سنتي على حسب وسع البلوفر عايزاه يكون قد ايه. وانا استخدمت خيط اليزا سوبر لانا ماكسي، ده خيط فتلته تخينة، فالميت يارد هتعمل لي عدد امتار اقل، فبحتاج لعدد شلات اكتر من لو استخدمت خيط رفيع. البلوفر ده اخد مني 8 شلات، يعني بما يعادل 800 جرام، واستخدمت معاها ابرة 9 مليمتر. هشتغل البلوفر على 3 مراحل، الجزء اللي تحت الصدر ومنطقة الصدر ومنطقة الأكمام. على حسب محيط الأرداف هشتغل عدد سلاسل، بس أهم حاجة إن عدد السلاسل ده يكون زوجي، لأني بعد كده هقسم جزء أمامي وجزء خلفي. أنا مقاسي لارج لإكس لارج أخد مني 120 سلسلة، واشتغلت 30 سطر ارتفاع، ودي بأي غرزة أنت عايزاها. أنا هنا اشتغلت بغرزة العمود بلفة. الجزء الأول أخد مني 20 سطر عمود بلفة متصلين، بعد كده بقسم الغرز ل60 أمامية و60 خلفية، وبشتغل لكل جزء فيهم 10 سطور كمان ارتفاع، وبعد ما بخلصهم بشتغل 11 سطر للأكمام. وهوضح لكم الشغل ده على سكيس أصغر إزاي نفذت جزء جزء عشان يكون أوضح أكتر في الفيديو. زي ما قلت هشتغل سكيز مصغر معاكم، دول عبارة عن 20 سلسلة عشان يكونوا رقم زوجي، واشتغلت عليهم عواميد بلفة. فهوريكم ازاي هنقفل السطر بتاعنا عشان ما يكونش عندي اي فراغ. انا خلاص وصلت لاخر السطر، هعد سلسلتين وهدخل في راس العمود بلفة اللي قبل كده، وكده بيكون ما عنديش اي فراغ في الجنب. يعني بلوفر لما بيكون من قدام من الجنب ما فيهوش فراغ، ومش محتاجة ان انا ارجع اخيطه مرة تانية. وهوريكم كمان الدور اللي بعده هيكون ازاي، هرتفع سلسلتين وهشتغل عمود بلفة في نفس الغرزة، هي مش هشتغل في الغرزة اللي بعدها لاني مش عايزة اي فراغات من الجناب. ولما هوصل لاخر السطر بتاعي انا عندي اهو في فراغين، هشتغل في الفراغ الاولاني اهو والتاني ده. انا كده المفروض خلصت السطر، مش هشتغل هنا، هشتغل غرزة منزلقة في تالت سلسلة من بداية السطر اللي هي راس العمود بلفة الاولاني خالص، وده بيخلي لي الجنب بتاعي ما فيهوش اي فراغ، ومش محتاجة بعد كده ان انا اخيط من الأجناب أي حاجة. هو البلوفر هيبقى دول العشرين سطر متصلين. دلوقتي هوريكوا ازاي هنشتغل العواميد لما نوصل للمنطقة اللي هي بنقسم فيها جزء أمامي وجزء خلفي. نشتغل عمود بلفة وبنشتغل في نفس الغرزة هي زي قبل كده، وبنعد طبعا لغاية بقى ما نوصل. احنا بنكون علمنا مثلا لو عندي 60 غرزة قدام 60 غرزة ورا، دول أنا لأن هم 20 في 10 و10. انا هنا مفيش خالص فراغ في الطرف، فانا عايزه الناحيه التانيه كمان ما يكونش فيها فراغ عشان لما اجي اخيط الكم. الطبيعي اني بلف الخيط عشان اعمل عمود بلفه، انا هنا مش هلف الخيط، انا هنا هدخل في وسط العمود بلفه اللي قبليها وهعتبرها دي اللفه بتاعتي، وهسحب الخيط وهشتغل العمود بلفه بتاعتي عادي خالص. بس هوصل في الاخر ان الجنب بتاعي مش هيكون فيه اي فراغ لما اجي اعمل الكمام، وكده كده هي مش بتبان بعد كده في الشغل، وبقى شكلها ارتب واحلى. اوريكم سطر تاني كمان، برتفع سلسلتين هشتغل عمود بلفة في نفس الغرزة، وكده بيبقى شكلها ارتب كتير. خلاص انا كده وصلت لاخر السطر، مش هلف زي ما بلف في الطبيعي، لا هدخل في وسط العمود بلفة وهعتبر دي خلاص كأني لفيت الخيط على الإبرة، وهشتغل عمود بلفة عادي خالص. طبعا هعمل الجزء الأمامي والجزء الخلفي زي ما شرحت في أول الفيديو بالظبط، وهوريكم ازاي هنرجع نخيطهم تاني.
انا كده ده الجزء الامامي، هنشتغل كمان الجزء الخلفي اللي ورا. لما خلاص اشتغل الجزء الامامي والجزء الخلفي، دول عبارة عن 10 سطور لكل ناحية فيهم، بضمهم عشان اشتغل غرزة منزلقة ما بين الطرف ده وما بين الطرف التاني، بتخلي الإبرة في فتلة واحدة من السلسلة من الناحية دي ومن الناحية دي، وبتسحبي الخيط كغرزة منزلقة وبتقفلي بيها لغاية لما توصلي لجزء الرقبة. تفضلي تشتغلي لغاية لما توصلي للمقاس بتاع الرقبة بتاعك. وفي المرحلة دي خلاص لما بيكون خياطنا شمال ويمين، بنقلب الشغل وبيكون هنا خلاص فتحة الأكمام جاهزة ان انا اشتغل عليها لكم. او لو عايزاه يكون جيلي كات ممكن خلاص بسيبه في المرحلة دي. بالنسبة للأكمام، أنا بعد ما اشتغلت ال10 سطور كان فتحة الكم بالنسبة لي كبيرة وأنا كنت عايزاه ينزل على أضيق، فاشتغلت الدور الأول عبارة عن 44 غرزة حشو، ومن الدور التاني ابتديت أعمل تناقصات بعدد 5 تناقصات في كل نهاية من ناحية واحدة بس من الكم، يعني الناحية اللي فوق ستريت مع بقية البلوفر، الناحية اللي تحت ابتديت أعمل تناقصات. الدور الثالث عملت كمان في تناقص في كل نهاية لغاية الدور السادس، فضلت اشتغل عادي عواميد بلفة بنفس العدد. بداية من الدور السابع ابتديت اعمل تناقص بعدد واحد في كل نهاية السطر، سطر وسطر لا، لغاية الدور ال11. انا هنا عاملة كم قصير فتقدري ان انت تطولي لغاية ما تحبي. اخر 3 سطور بس اشتغلتهم سطور حشو في اللفة الخلفية عشان بس يديني شكل جمالي في الاخر، وكده كده انت ممكن تشتغلي الكمام يا اما تضيقيها او تشتغليها بنفس عدد سطور الحشو زي ما تحبي، على حسب انت عايزاه يكون نازل على ضيق او واسع. وما تنسيش تتابعينا كروشيه اند كرافت ويز لاف على يوتيوب وفيسبوك.